تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل يوم الأربعاء، إلا ما شيء ما بقى وقت على الخميس. الخميس إن شاء الله باكر آخر يوم في الأسبوع، مثل ما دائما نقول ندخل إن شاء الله بعد هذا على الويكند بروح عالية، ونترككم الدوام في الدوام ونستانس بالويكند إن شاء الله. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا نرحب أول شيء بداية مع الطاقم معاي، أول معاي المخرج النمر، صباحك الله بالخير يا النمر، يعطيك ألف عافية. ومعاي دائما وأبداً أم خليفة ميرا الغفلي، يعطيك العافية يا ميرا. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. محمود غايب إلى الآن علي غياب، بس باكر إن شاء الله محمود بيكون معاكم في البرنامج، راجع من رحلة أدبية جميلة في ربوع أفريقيا، فلما يرجع تواصلوا معاه وسألوه عن رحلته الأدبية وعن الكتب المهمة اللي مر خلالها أو تعرف عليها في رحلته الأدبية الجميلة. طبعا في بداية كل برنامج لازم أول شيء أذكركم بأرقام التواصل، لأن برنامج صحة وسعادة دائما نقول هذا برنامجكم مو برنامجنا، نحن مجرد مقدمين لهذا البرنامج، ولكن البرنامج يثرى ب تواصلكم معنا، ملاحظاتكم، آراءكم، شكر، أي شيء حابوا توصلونا لنا بخصوص القطاع الصحي في دبي بشكل عام، في الإمارات في دبي بشكل خاص، وفي الإمارات بشكل عام. فهو برنامجكم أولا وأخيرا. أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما تعودتوا دائما في برنامجنا في أول فقرة لازم نطرح معاكم دراسة جميلة ظريفة، الهدف منها طبعا أن نخليكم مثل ما يقولون updated بآخر المستجدات في عالم الطب. فدراستنا اليوم شو تقول؟ الوقاية من الخرف فائدة جديدة للزواج. كل العزابية خلي يسمعون، الزواج نمر يقول لا الزواج يقي من الخرف. شو تقول الدراسة؟ قالت دراسة تحليلية حديثة أن الزواج يساعد على تجاوز خطر الإصابة بالخرف بنسبة الثلث تقريبا، مقارنة مع من يعيشون في وحدة بسبب عدم الزواج أو فقدان شريك الحياة. وأوضح باحثون بريطانيون أن الذين تجمعهم علاقة زواج هم أكثر عرضة لتناول الطعام الصحي وأخذ الدواء والذهاب إلى الطبيب إن كانوا مرضى، وجميعها عوامل تقلل من خطر الإصابة بالخرف. وجمعت الدراسة بيانات لأكثر من 8000 شخص في جميع أنحاء العالم، ووضح الباحثون أن التفاعل في الحياة بين الزوجين يبقي الدماغ نشطاً ويمنع تطور المرض. وقال أن المتزوجين أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30%. واكتشف الفريق البحثي من كلية لندن الجامعية أن الأرامل يزيد لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%، حيث أن الإجهاد الناتج عن الفاجعة بسبب التدهور المعرفي. وقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن الزواج يساعد الناس على البقاء بصحة جيدة، ولكن هذه الدراسة تقدم دليل أقوى على أن الزواج له تأثير كبير على الدماغ. وجمع الباحثون نتائج 15 دراسة أجرت في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وقال الباحثون في مجلة الطب وجراحة المخ والأعصاب والطب النفسي النتائج التي توصلنا إليها هي أقوى دليل على أن الأشخاص المتزوجين أقل احتمالا لتطور مخاطر الخرف. وأضاف الباحثون يجب أن يركز الأشخاص غير المتزوجون على الوقاية من الخرف، وينبغي دراسة تأثير المحتمل المشاركة المجتمعية كعامل خطر قابل للتعديل، فيما نصح الأشخاص غير المتزوجين بالحفاظ على نمط حياة صحي. شو رأيك يا نمر؟ أم خليفة شو رأيك؟ وين أميرة؟ تعطينا رأيها في نمر يقول الحمد لله هو متزوج. يعني أم نمر تسمع، أهم شيء مرتك تسمعنا يا نمر ولا لا؟ أهم شيء طبعا شوف الدراسة شو تقول، تقول إن الزواج يقي من الخرف. ليش يقي من الخرف؟ هو هذا التفاعل والتواصل بين الزوج والزوجة،
صحيح أحيانا الزوجة تحن وأحيانا تسوي مشاكل وضرابة، بس هذا ملح الحياة. يعني تخلي الحياة ماشية سيدة في خط مستقيم، ما يستوي، لازم في ارتفاعات وفي انخفاضات، في شوي مشاكل، في شوي شد هني، في مزح، في ضحك، فهذا يثري حياتنا اليومية ويحمينا من الخرف. يعني تشوف الدراسة تقول الغير متزوجين يجب أن يبحثوا عن طرق للوقاية من الخرف. هم بغاوا يقولون خليهم يتزوجون بس ما قدروا يقدمون هذه النصيحة مباشرة، فقالوا لازم يحافظون على نمط حياة صحي. زائد قالت المتزوجين يزورون الطبيب أفضل، هذه فائدة الزوج. وطبعا هو قصدهم الزوج دائما يزور الطبيب أكثر، لأن الزوجة تمتحن عليه وتقول له سير الدكتور، لازم تشوف الدكتور، لازم تشوف الدكتور، تشوف شو المشكلة اللي عندك، دائما يشوف الطبيب أكثر، يأخذ أدويته على الوقت. طبعا دائما الزوجات الله يعطينا الصحة والعافية، دائما نهتم بهالتفاصيل الصغيرة في عوائلنا، في عائلتنا. تلاقي دائما الأم والزوجة هي تحرص أن العيال والزوج يروحون يشوفون الطبيب ويأخذون أدويتهم على الوقت. وأيضا أن الدراسة تقول أن حتى المتزوجين يأخذون أكل صحي بشكل أكثر طبيعي. العزاب مساكين ما عندهم حد يطبخ لهم عشان أكل المطاعم، ويمكن حتى ما يدخلون في أكلهم اليومي الخضروات والفواكه، لأن يعني ما عندهم وقت يشترونها، لأن ما يعرفون أهميتها، يا ما يعرفون كيف يدخلون في نظام غذائهم اليومي. ولكن وجود الزوجة دائما يساعد. الأم دائما تتذكر أنها تأخذ حق عيالها الخضرة والفاكهة، وأنها تحرص أن زوجها يأخذ حصة يومية على الأقل من الخضار والفواكه. فهي تحية جميع المتزوجين، وهذه فائدة جديدة من فوائد الزواج. طبعا الزواج هو سنة من سنن الحياة، وهو أنا من وجهة نظري متواضعة فعلا يساعد على الصحة النفسية للإنسان قبل ما الصحة البدنية. يعني يكون عندك شريك تتكلم معه في نهاية اليوم لما الناس كلها نايمة والدنيا هدوء، تلاقي في أحد تتكلم معه، تناقش معه يومك، كيف كان يومك، المشاكل كان عندك خلال اليوم. الأخذ والرد هذا صدقوني يثري حياتنا اليومية، يحسسنا بالطمأنينة، وحتى يعني نشط عقلنا. يعني لاحظ لما تقعد مع شريك حياتك تتكلمون، تطلع افكار، يستوي ود، يستوي تحاب. وطبعا الزواج نفسه يعني يزيد مدى العائله، يعني بدل ما نكون عائله واحده صار في اكثر من عائله مندمجه في هذا الزواج، فتتطور يعني نوطد اسر الأواصر المعرفة والعلاقات الأسرية. فيدعوا العزابية كلهم أنهم يتزوجون باكر خميس فنيس. يلا كل واحد يشد حيلة ويسرع عن أمه اليوم، ويقول يوم دكتورة نادى في صحة وسعادة، قرأت دراسة تقول أن الزواج يقي من الخرف. يلا يوم ما تشدوا حيكم، ونبال كل العزابية إن شاء الله متزوجين هذا الخميس الونيس إن شاء الله. أنتم عندنا على التواصل الاجتماعي شو عندنا رسائل. صباحكم الله بالخير، ما شاء الله صباحكم ورد. صباح الخير دكتورة ندى، صباحك ورد أخوي، حياكم الله. هلو هلو. يعني ناخذ الثانية عشان زيادة النمط الصحي. أنا منو قال الحين الثانية؟ أنا أتكلم، أنا شجع الزواج للعزابية يا نمر. اللي بيتزوج الثانية اللي يخبرني عشان ما يشيب، أو أنا عشان زيادة يعني حماية مضاعفة من الخرف. لا لي أخذ سنتين صدقوني دقة خرف أكثر. بعد عندنا يلا نتزوج وداعا للخرف. أيوة هو هذا، هاي الروح النباهة. إحنا تزوجوا يا جماعة، فإن الزواج شيء جميل ويقيكم من الخرف. يعني شو تقول تصبون باكر بيزات على علاجات الخرف وغيرها؟ الزواج أحسن وأستر وأفضل، يكون عندك شريك حياة، ويكون عندك باكر كتاكيت صغار، وتكون عائلة ويحمي من الخرف. بس أهم شيء رسالة للرجال في هذا اليوم الجميل والصباح الجميل، طولوا بالكم على الحريم، ما عليه حد الزوجة الثانية ما عليه، فطولوا بالكم على الحريم، اخذوا واعطوا معاهم. ترى هم يعني لما الحرمة ترى احيانا تسوي مشاكل معك، يمكن تبغى تلفت انتباهك، تبغى تسولف معها، فطولوا بالكم. والله يخلي ان شاء الله كل زوج وزوجة ويزوج كل العزابية. احنا الحين راح نطلع فاصل، تأخرت على الفاصل شوية عشان الموضوع كان جميل، فراح نطلع فاصل، بعد الفاصل نكمل فقرة برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. الحلو في البرنامج ان احيانا لما نطرح دراسات يستوي فجأة شي تفاعل في الانستغرام في المسجات، واحد يقول زوجة واحدة ويلا يلا. انا بعد اقول شي، انا اقول عشان نزوج كل العزاب لما يخلصون نشوف المتزوجين. واحد مطرش لي يقول الزواج يقي من الخرف بس يسبب لك شيء أكبر من الخرف. لا والله ويقي من الخرف، بس تطولوا بالكم شوية على الحريم، والحريم طولوا بالكم على الرجال. والله الحياة تمشي سهالات، وهذه سنة الحياة وجمال الحياة، إن يكون في شوية مطبات، شوية شيء ملح وفلفل شيء في الحياة الزوجية، تحسون الحياة تستوي أحلى. ف
فحنرجع لبرنامجنا صحة وسعادة، بس أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. احنا اليوم عندنا موضوع جميل، بنتكلم عن توقيع اتفاقية لوضع معايير لتحصيل وفرز صندوق تبرعات نور دبي. هالموضوع جدا مهم وتم طرحه قبل يومين، فرح يكون معنا ان شاء الله عن طريق الهاتف الاستاذة حنان احمد الشبيبي مسؤول مالي لنور دبي. صبحت الله بالخير اختي حنان. صبحت الله بالنور والسرور، حياك الله. اختي حنان، بس تعطينا نبذة عن اهداف الاتفاقية اللي وقعتوها بين نور دبي ودار البر بخصوص معايير لتحصيل وفرز صندوق التبرعات. صحيح، مثل ما تفضلتي هي اتفاقية تعاون بين مؤسسة نور دبي وجمعية دار البر، وهذه الاتفاقية تهدف إلى إدارة حصلات التبرعات وفق المعايير المعتمدة لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي. نعم، هالاتفاقية بس احنا ننوه ان هي ما بين نور دبي للعيون ودار البر، عشان الناس ما تتخربط ان نور دبي الإذاعة، ولكن نور دبي مؤسسة نور دبي للعيون ودار البر. فوقعتوا معهم اتفاقية عشان معايير تحصيل وفرز صندوق التبرعات، شو أهمية توقيع مثل هالاتفاقيات؟ طبعا أهميتها تكمن في تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات والمجتمع على صعيد الإنساني والخيري داخل الدولة. جميل. اختي حنان، لو تعطيني نبدأ عن الحالات والبرامج اللي يستفيد منها اللي بيستفيدون من مثل هالتبرعات اللي بتتم عن طريق الصناديق. وبلا شك يعني الحالات او البرامج اللي بتستفيد من هالاتفاقيه بتكون اغلبها داخل الدوله، لان هاي التبرعات بتكون للبرامج العلاجيه للحالات المؤثره بشتى انواعها، طبعا امراض العيون، يعني إذا كانت ماي أبيض، ارتفاع ضغط العين، عتلات شبكية، وكل ما يتعلق بالعين من أمراض الدم، أن هذه يعني العلاجات متوفرة داخل الدولة. ممتاز. صناديق التبرعات التابعة لنور دبي للعيون وين ممكن تتحصل عشان واحد يتبرع فيها؟ هي ممكن تلاقينها في العيادات، المستشفيات، بعض الجمعيات التعاونية، وعندك مثل المولات اللي هم المردف سيتي سنتر، عندك إمارات مول، ديرة سيتي سنتر، يعني الأماكن اللي فيها تجمع عالي للمجتمع ممكن تلاقين هاي الحصالات. ممتاز. أستاذ حنان، هل عندك فكرة كم تقريب مبالغ اللي تم تجميعها عن طريق صندوق هالتبرعات؟ هي طبعا تتراوح على حسب، لأن الحمد لله يعني الخير في البلاد يعم، وجميعنا يعني موجودين في نفس المواقع هذه، فالمبالغ اللي تتجمع يعني ما بين يعني في كل تحصيل وتحصيل ما بين 200,000. ممتاز. وصاعد. والحمد لله يعني هذه المبالغ تنفع أنها تغطي مثل هالحالات المأثرة داخل الدولة، واللي هي تصب في الأول والآخر لفائدة المجتمع. ممتاز ممتاز. زين اختي حنان، شو الطرق الاخرى للتبرع؟ يعني مؤسسة نور دبي للعيون ما شاء الله مؤسسة ضخمة ولها خدمات كبيرة سواء داخل او خارج البلاد، فصناديق التبرع هي احدى الطرق ان انا ممكن اتبرع فيها، بس مثلا اذا بتبرع مثلا انا بمبلغ كبير او عندي طرق او ابا طريقة اخرى للتبرع، فشو قنوات التبرع عندكم حق نور دبي للعيون؟ لله الحمد عندنا قنوات كثيرة للتبرع، منها التبرع المباشر، وعندك التبرع الإلكتروني، وعندك التبرع عن طريق الأبليكيشن مثل أبليكيشن دبي الآن، عندك كذلك اللي هو التبرع عن طريق النقاط مال الاتصالات اللي هي سمايل سمايل، عندك ممكن الشخص يتبرع نقدا، ممكن يتبرع تشيك، ممكن تحويل بنكي، فكل أنواع التبرع ممكن ومسموح بها دام أنها يعني، وكلها طبعا تصب في علاج المرضى ومكافحة العمى داخل الدولة وخارجها. ممتاز. اختي حنان،
طبعا احنا في هيئه الصحه في دبي دائما نواكب التكنولوجيا في تقديم الخدمات، فانتم في مؤسسه نور دبي للعيون بخصوص تحصيل التبرعات، وين وصلتوا في مجال التكنولوجيا تطبيق التكنولوجيا لتحصيل تبرعات المتبرعين؟ الحمد لله نحن شاركنا في برنامج إمارات الخير اللي هو تحت رعاية الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واللي هو قناة بعد من القنوات اللي ممكن الواحد يتبرع من خلالها. عندك التطبيقات الذكية، يعني كل من المؤسسات في الدولة، يعني عندك حكومة دبي الذكية عندها نافذتها، ممكن من هناك الواحد يتبرع التبرع. وعندكم على طريق إمارات الخير أيضا صح، لبرنامج اللي يكون عن نور دبي هنا؟ صحيح. ممتاز. في نقطة حابة توضحينها أو في موضوع ممكن في محور ما تطرقنا له أستاذة حنان حابة تخبرينا إياه؟ والله هو أن لله الحمد، يعني من انطلقت مؤسسة نور دبي حتى يومنا هذا وإن شاء الله لقدام، لله الحمد وصلنا يعني بفضل هذه التبرعات واعتماد الجمهور على يعني ثقته فينا، واصلين لكل المرضى. لله الحمد وصلنا 25 مليون مريض حول العالم خارج الدولة وداخل الدولة، وبفضل يعني الثقة هذه الحمد لله بنوصل إن شاء الله، بنوصل للأهداف المرجوة إن شاء الله. أنا شاكرة لك أستاذة حنان أحمد الشبيبي مسؤول مالي لنور دبي، شاكرة لك تواجدك معنا اليوم للحديث عن توقيع اتفاقية لوضع معايير لتحصيل وفرض صندوق تبرعات نور دبي للعيون. شاكرة لك ونهارك سعيد. أنت أسعد الله يسلمك. حيات الله. نشوف شوية رسائل. في واحد كاتب ما في حياة أجمل من حياة زوجية، صحيح. نشوف بعد، ما شاء الله أقولكم تفاعل جميل ما شاء الله على الدراسة، واحدة من الدراسات الجميلة اللي من طرحناها ما شاء الله الناس تفاعلوا معها. في موضوع مهم بس حابة أرد أذكر فيه الناس، كنت تكلمت فيه قبل يومين بخصوص تطعيم الإنفلونزا. طبعا كنا الحين نعرف أنه الحين موسم الإنفلونزا، ولا زال كثير من الناس وصلوا معي يقول دكتورة هل نأخذ التطعيم ولا مو لازم نأخذه، وبعد الكلام اللي طلع ممكن يسوينا أمراض، ولا يمكن مو أساسي ومو لازم أنا أخذه ومو ضروري. بما أنه يا جماعة الحين إحنا نشوف تقلبات الجوية، كيف الجو بارد وفي أمطار ما شاء الله لا إله إلا الله، والجو فعلا أبرد من اللي إحنا متعودين عليه. وحتى كان في مكتوب إنه يوم الخميس هو بيكون البداية الفعلية لموسم الشتاء في الإمارات، يعني أتوقع إن شاء الله بيكون احتمال جو أبرد وهذا. فأنا أنصح الجميع اللي يقدر إنه يصير ياخذ تطعيم الإنفلونزا. تطعيم الإنفلونزا مخصص لمنه؟ مخصص للجميع من عمر 6 أشهر، يعني الطفل اللي عمره 6 أشهر وطالع ممكن ياخذ تطعيم الإنفلونزا، ولكن تكون الجرعة أقل من الجرعة المخصصة للكبار. ولازم ناخذه. عندنا مكالمة ميرا إن شاء الله. أبو حمد ناخذ مكالمة عقب نكمل عن تطعيم الإنفلونزا. أبو حمد صباح الورد. ألو. ألو، هلا أبو حمد، تفضل أخوي. السلام دكتورة، كيف حالك؟ السلام خير الله يسلمك. أنتم بخير، أنتم هيئة الصحة دبي مو مقصرين. شكرا. رأيتكم بيضة. شكرا. دكتورة بس في يعني مقترح. تفضل. قضايا اليوم يعني اليوم على الوضع وقتنا الحالي والضغوط الكبيرة النفسية، سواء كانت على الطلبة أو على حتى الكبار أو المتزوجين. اليوم عندكم جزاكم الله خير يعني عندك خبرة كبيرة اللي بس مستشفى راشد والأمل، يعني يعني مثلا وما شاء الله منطقة دبي توسعت بشكل كبير، فمثلا ليش ما يكون دكتور مثلا يكون في بعض العيادات في أيام محددة يكون قريب من الناس، ممكن تكون واحدة مثلا صعب أنها توصل مثلا منطقة شوي للمستشفى راشد أو هذا، فهي يعني يكون امتداد في بعض العيادات في توزيع جغرافي في أيام معينة من الأسبوع، مثل عيادات السكر مثل عيادات العيون مثل. أبو حمد تقصد عيادات الطب النفسي صحيح؟ أنت هل الفكرة نعم يعني تكون نعم. قد تكون استشارات قد تكون كذا، لكن المشكلة إن ما شاء الله يعني المنطقة يعني دبي كبرت صحيح، وأصبحت يعني الزحمة موجودة، وبعض قد تكون بعض يعني مثلا بعض السيدات أو مثلا المكان عليها بعيد، لكن مثلا لو تتوى مثل عيادات السكر والعيون في أيام الجلدية في أيام معينة من الأسبوع تكون متوفر الدكتور
في هذه العيادة ويقدم خدمة. صحيح. نعم. أنا شاكر لك أخوي محمد صراحة، اقتراحك جميل جدا، وفعلا ممكن إحنا نركز على بعض الخدمات، مثلا ناس دائما طالب مثلا يكون في عيادة جلدية دائما تكون موجودة أو عيادة تجميل، ولكن عيادة الطب النفسي شيء جميل فعلا إن تكون موجودة في العيادات المختلفة بدل ما واحد يتجه للمستشفى. وفي نقطة جدا مهمة يمكن الناس ما تركز عليها وايد، ان العامل او المرض النفسي في وقتنا الحالي صار شيء باهمية المرض العضوي. يعني قبل لما كنا يجونا مرضى في العيادة ونقول لهم انت ما عندك مرض عضوي والافضل تتوجه لطبيب نفسي، يقول لك لا ما يستوي طبيب نفسي، هذا يعني كان مرتبط ان واحد يكون معنا عنده انه مجنون او شيء. ولكن الان الناس صار عندها وعي اكثر وصار تفهم المرض النفسي نفس المرض العضوي، لا علاج ولا الطبيب ممكن يصير يزوره. فاشكرك محمد مداخلتك الجميلة واقتراحك الجميل. فاحنا رح نطلع حين فاصل، وبعد الفاصل رح يكون معنا موضوع جدا مهم عن خدمات هيئة الصحة لعلاج الخدج، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-551-4414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نورد على إنستغرام. ما شاء الله في وايد ناس عندنا يحيونا على الإنستغرام، في بالإنجليزي وفي بالعربي. صباحكم ورد. دكتور سلمان يقول دكتور ندى الويكند خليك جازة مدريد وبرشلونة. نمر أنت برشلوني ولا مدريدي؟ انت مدريدي او معاي في صفي يعني. البرشلوني مو موجود، البرشلوني مو موجود، برشلوني محمود. فيلا اللي تابع اللي لا خبره في المباريات يعني تابعوا خبروا النتيجه عقب. انا بس اتريا ابو كريم يشوف المباراه ويجي طرش دكتور هذا النتيجه شيء، بس هذا تشجيع للكره. فالحين عندنا موضوع جدا جدا جميل، هو عن خدمات هيئه الصحه لعلاج الأطفال الخدج. طبعا الطفل الخديج هو طفل جميل قرر أنه يطلع للنور قبل أوانه، وهي الصحة في دبي دائما وأبدا مستعدة لاستقبال الأطفال الخدج فإن شاء الله في مختلف الأعمار اللي يولدون فيها. فإحنا نتكلم اليوم عن الخدمات اللي تقدمها في هيئة الصحة في دبي في مستشفى لطيفة بشكل خاص للأطفال الخدج. الطفل الخديج طبعا يولد قبل موعده. معانا في الاستوديو الدكتور محمود الحايك استشاري أطفال الخدج ورئيس قسم الأطفال والعناية المركزة للأطفال الخدج في مستشفى لطيفة. صباحك الله بالخير دكتور. صباح نور، يا أهلا بك. نورتنا، ولقاء معك دائما يكون ما شاء الله جميل. استضفناك من قبل في صحة وسعادة، ما شاء الله يعني الخدمات اللي تقدمونها للأطفال الخدج فعلا فعلا خدمات جميلة وكبيرة، وبعض فضل الله طبعا وفضل خدماتكم ممكن نقول نطول في عمر الأطفال الطفل الخديج اللي ولد في قبل وقته. تعطينا شيء دكتور نبدأ عن أبرز خدمات مستشفى لطيفة لعلاج الخدج. صباح الخير أولا وشكرا للاستضافة. قسم العناية المركزة للأطفال الخدج بمستشفى لطيفة بيتعامل مع كل الولادات المبكرة، بنبتدي من 23 أسبوع أو 24 أسبوع. يعني طفل وزنه 420-450 جرام لغاية اللي هم بينولدوا بالولادات العادية، وبيكون في عندهم مشاكل وبيحتاج يدخل لقسم العناية المركزة. طبعا المرحلة اللي بينولد فيها الطفل الخديج لو كل ما كانت مبكرة كل ما كانت المشاكل اللي بيتعرض لها أكثر، وكل ما كانت العناية اللي حيحتاجها أكثر والفترة اللي حيقضيها في المستشفى أكثر. فطفل مولود عند 24 أسبوع ممكن يقعد في المستشفى حوالي شهرين. وطفل مولود عند حمل كامل 9 شهور ممكن يقعد يومين ثلاثة حسب الوضع. الأمراض تبعية الأطفال الخدش طبعا يعني أمراض كثيرة ومتنوعة. بس أكثر شيء اللي هي بالنسبة للأطفال الخدش مشكلة التنفس، بيكون الرئة غير مكتملة. وجوده تحت جهاز تنفس صناعي وعم بياخد أكسجين بعرضه أنه مثلا لو ما أخذ الأكسجين بكميات كويسة والعلاج ما كان بطريقة صح ممكن يتعرض لمضاعفات، وأصلا ولادته المبكرة بتعرضه لمضاعفات مربوطة بهاي السن زي انفصال بشبكية العين، نزيف في الدماغ، كل هاي الشغلات ممكن تحصل للأطفال الخدج. لكن الحمد لله
يعني وجود قسم متقدم للعناية المركزة للأطفال الخدج بمستشفى لطيفة، النسبة للمضاعفات اللي بتحصل للأطفال قليلة جدا، حتى نحن دائما منقارن بالنسب العالمية، نسبتنا الحمد لله ولله الحمد منخفضة جدا. طبعا أحد أكثر المشاكل اللي هي منحب الأهل يساعدونا فيها حكاية العدوى، دائما مننبه على الأهل وعلى الدكاترة وعلى الممرضات، أبسط شيء غسل اليد قبل لمس الطفل لمنع انتقال العدوى. طبعا السبب الأول لانتقال العدوى هو طبعا عن طريق اليدين بالضبط. طبعا الشغلة الثانية من ركز إنه الأم من أول يوم اللي هي الرضاعة الطبيعية والحليب تبع الأم، لأنه بيعطي مناعة قوية جدا بالنسبة لجسم الطفل، لأنه لما يكون مولود قبل أوانه مناعته محدودة، كونه ياخد حليب الأم بتحميه من أمراض كثيرة بلحظته وفي المستقبل. ممتاز. دكتور محمود، كم السرير موجود لخدمة الأطفال الخدج في مستشفى لطيفة بعد التوسعة اللي استوت في مستشفى لطيفة؟ نحن حاليا يوجد 64 سرير، يعتبر أكبر قسم في الإمارات الشمالية، وأحيانا حتى 64 سرير بيكون فيهم أطفال، ومضطر نستعمل يعني ناخد فوق المقدرة تبعيتنا، وصارت كتير يعني. طبعا لأن مستشفى لطيفة يعني مو فقط يخدم إمارة دبي، ولكن حتى من الإمارات الشمالية يجون بعض المتعاملين خصوصا في خدمات الأطفال الخدج، لأن ما شاء الله خدمات رائدة في مستشفى لطيفة. طبعا مثل ما ذكرت دكتور محمود أن الطفل الخديج تكون عنده مشاكل صحية معينة تستوجب اهتمام معين، شو عندنا أجهزة متوفرة في مستشفى لطيفة في قسم الأطفال الخدج لنتخطى المشاكل الموجودة عند الطفل الخديج؟ الحمد لله الهيئة دائرة الصحة يعني وفرت جميع الأشياء المحتاجة للعناية بالأطفال من أجهزة طبية، زي مثلا التنفس الصناعي ذات التردد العالي اللي هو أحسن أنواع التنفس الصناعي، التنفس الصناعي العادي، أجهزة ملاحظة الطفل، ضربات القلب والتخطيط القلب وجميع الوظائف العضوية بتلاحظها على مدار الساعة 24 ساعة. في عنا أجهزة مثلا الطفل اللي بينولد عنده نقص في الأكسجين، أحد الأشياء الضرورية للعلاج الحالات هاي بخلال أول 6 ساعات بنسميها window of opportunity، ينحط بجهاز ينزل درجة جسم الطفل لحوالي 33 درجة، لأنه لما ياخذ الطفل العلاج بالتبريد بيساعد على حفظ الدماغ من أنه تدهور الحالة تبعيته، وعندنا نتائج ممتازة فيها. طبعا في عنا أجهزة لفحص قاع العين، لعلاج قاع العين، في أجهزة منحطها مثلا على الرأس أو على البطن بتدل على نسبة الأكسجين اللي واصل للأعضاء هاي، وبتعطينا تحذير مبكر لوجود مشكلة مثلا في هاي المناطق. أحدث جهاز دخلناه في قسم العناية المركزة من كم شهر تقريبا، جهاز بيعطي جميع الوظائف يعني القراءات اللي بتدل على الوظائف العدوية تبعية الجسم بشكل دقيق جدا، وبتنبه الطبيب لاحتمال حصول انه في عنده عدوى ولا ما فيش عدوى. فالحمد لله الأجهزة اللي موجودة في القسم تعتبر يعني من على أعلى معايير وأحدث ما متوفر في الأسواق. ممتاز. دكتور محمود، انت ذكرت خلال الحديث عن الجهود المبذولة لخدمة يعني الأطفال الخدج اللي هو تشجيع الرضاعة الطبيعية على الأمهات. طبعا مستشفى لطيفة هو خذ الاعتماد في أنه كمركز صديق للأمومة والطفولة بأنه يشجع الرضاعة الطبيعية، فممكن تعطينا نبذة أولا شو أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وكيف تشجعونه في مستشفى لطيفة الرضاعة الطبيعية وتعاونون الأمهات على تخطي الصعوبات اللي تصاحبهم مع الرضاعة الطبيعية؟
لا زي ما تفضلت بال 2007 أخذنا الاعتماد الدولي كمستشفى صديق للطفل من الأمم المتحدة. أهمية الحليب الأم للطرفين يعني للأم وللطفل زي ما تفضلتي. الأم طبعا ثبت إن الرضاعة الطبيعية تحمل الأم من الأمراض السرطانية بالنسبة للصدر، زائد إنه سايكولوجيا الأم لما تكون عم بترضع الطفل بيعطي نوع من الاستقرار العاطفي للأم. بهمنا بالدرجة الأولى بالنسبة للطفل، الطفل جميع الأمراض المزمنة اللي حاليا منشوفها اللي هي السكري وأمراض القلب وأمراض الضغط، ثبت أن الطفل الذي يعتمد على الرضاعة الطبيعية وخصوصا بأول سنتين نسبة وجود هذه الأمراض فيهم أقل بكتير من الأطفال اللي بيستعملوا الحليب الصناعي. بالنسبة للطفل الخديج، الطفل الخديج مناعة جسمه بتكون يعني أقل بكتير من الطبيعي. ربنا سبحانه وتعالى الحليب الطبيعي تبع الأم فيه أكثر من نوع من 200 مادة أو مادة عضوية بالحليب، بتشتغل زي مضاد حيوي، زي بتزود مناعة الطفل، فبتحمي الطفل من أمراض كثيرة بلحظتها. صحيح. شو الجهود اللي تقومون فيها في المستشفى لتشجيع الرضاعة الطبيعية؟ هلا الأم من أول ما تيجي تسجل بالنسبة للولادة بيبتدي المستشفى يوضح للأم اللي هي حامل أهمية الرضاعة الطبيعية، لأنه يبقى التوعية للأهل بالدرجة الأولى من أول لحظة بتصير. كل زيارة بتيجي على المستشفى بيصير في توعية لإلها. خلال ما تدخل الأم على الطفل على القسم الولادة، جميع الطاقم التمريضي والأطباء مدربين على المبادئ الرضاعة، مبادئ تتصل بالرضاعة اللي بنسميها 10 steps 10 خطوات لتحقيق رضاعة طبيعية ناجحة. فالعشر خطوات هاي بيطبقوها، اللي هي أول ما ينولد الطفل لازم ينحط على صدر الأم، يعني الجلد على الجلد. صحيح. خلال نص ساعة لغينا من المستشفيات، إذا حد بيتذكر كان في شيء اسمه نيرسيريز، الحضانات كانت موجودة قبل. صحيح. كلنا لغت الطفل، صار يقعد 24 ساعة موجود طول الوقت مع الأم إذا كان مش محتاج دخول، وإذا محتاج دخول العناية المركزة مسموح للأم والأب يدخلوا 24 ساعة أي وقت ممكن يجوا. وفرنا البامبس والأشياء اللي محتاج الأم لو بدها، لو طفلها بالعناية المركزة وبدها تسحب الحليب وفرنا لها. الأناني، التوعية المستمرة، أول ما تنولد ما تولد الأم طبيب بيتوجه لها وبيخبرها على أهمية الرضاعة، وخصوصا للطفل الخديج، لأنه هاي أكتر لحظة مناسبة أنه تتصل الأم بالنسبة للموضوع. طبعا حتى بالمستشفى أكتر من مكان مخصص للأم اللي بدأت مثلا تيجي على المستشفى وتشفط الحليب داخل المستشفى. ممتاز. حين مثلا نذكر المستمعين بموضوع حلقتنا، نتكلم عن خدمات هيئة الصحة لعلاج الأطفال الخدج، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمود الحايك، استشاري أطفال الخدج ورئيس قسم الأطفال والعناية المركزة للأطفال الخدج في مستشفى لطيفة. وارقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. إذا عندكم أي سؤال بخصوص خدمات مستشفى لطيفة، إذا عندكم طفل خديج حابين تستفسرون عن حالته، إن تسألون الطبيب عن حالته، فتواصل معنا على أرقام التواصل. دكتور محمود، أنت ذكرت بعد خضم سياق الحديث أن في هناك أمراض معينة تصيب الطفل الخديج أكثر عن غيرها، وأعتقد حتى منظمة الصحة الأمريكية أن قالت أن الطفل الخديج واحد من أسباب وفاة الأطفال هو أن يكون طفل خديج، يعني من ضمن قائمة أسباب الوفيات. فشو الأمراض اللي ممكن يصاب فيها الطفل الخديج وممكن تكون فعلا مهدد لحياته كونه طفل ولد قبل أوانه؟ أوكي. هو سنويا بالعالم كله بينولد حوالي 15 مليون طفل خديج، منهم 1.1 من العشرة مليون يتوفوا عالميا.
طبعا الحمد لله نسبة الوفيات مستشفى لطيفة منخفضة، يعني أقل من حتى المعدل العالمي. أكثر شيء اللي بيصيب الأطفال الخدج مشكلة التهابات في مصارين الطفل. الطفل أول ما ينولد اللي هو خصوصا 24 أسبوع أو أقل من 34 أسبوع، عملية التغذية بالحليب بتتم بالتدرج، بيبتدي كمية قليلة وخصوصا حليب الأم أحسن شيء. بأي لحظة ممكن أحيانا يصير يعني مشاكل بالمصارين، نوع من التهابات تسكر المصارين، نضطر نوقف الحليب، بتصير عملية متابعة لغاية ما يعني يعدي المرحلة هاي، سواء علاج بالمضاد الحيوي، أحيانا بيحتاج لتدخل جراحي. فهاي مشكلة رقم واحد. المشكلة الثانية اللي هي حكاية العدوى والالتهابات اللي بتحصل للأطفال الخدج، لأنه زي ما قلنا قبل هيك المناعة تبعيتهم قليلة جدا، فبسهولة ممكن يلقطوا أي عدوى. وفي أنواع من البكتيريا ممكن يعني لو وصلت للطفل خلال ساعات تدمر كل شيء. فمشان هيك علاج الأطفال الخدج يحتاج إلى تنبه يعني عالي الدرجة لأي شغلات صغيرة ممكن تصير. يعني ممكن أنا لو لقيت الطفل مجرد بس دقات قلبه عم بتزيد فجأة من غير سبب مفسر، صحيح، أشك أنه يكون في التهاب. صحيح. الشغلات الثانية اللي هي دائما من شيك عليها اللي هو العيون تبع الطفل. الشبكية تبعت الطفل سهل انه يصير فيها مشاكل وممكن حتى توصل لدرجة العمى. والحمد لله يعني ولا حالة حصلت حاليا من اكثر من 20 سنة شفنا حالة عمى في مستشفى لطيفة الحمد لله. لانه بنعمل متابعة دورية للطفل. طبيب العين بيشوف الطفل عند موقيت معينة وهو موجود داخل القسم، عند وجود أي نوع من التغير بيبتدأ العلاج فوري عن طريق يا أما نوع من الليزر أو حقنة تعطى في العين نفسها. هاي المشكلة الثالثة. المشكلة الرابعة اللي هي شغلة النزيف في الدماغ بالنسبة للأطفال الخدج. وكمان الحمد لله في يعني بنسميهم باندلز أو مجموعة من البروتوكولات قوانين موضوعة في القسم لجميع أنواع الأمراض، ومنها النزيف في الدماغ اللي هي بتحد من حصول أشياء زي هاي. لأنه لو صار في نزيف في الدماغ طبعا بيعتمد على الدرجة، ممكن توصل لدرجة متقدمة، صحيح، بدل ما يكون عند الطفل طبيعي يصير طفل معاق للأسف. والحمد لله نسبتها كمان منخفضة في المستشفى. ممتاز. دكتور محمود، كثير من الأمهات يسألوننا لما يكون الطفل الخديج، بالنسبة لجدول تطعيماته، كثير من الأمهات تخاف تقولك لا مفروض أنا ما يطعم أو مفروض ما يتبع جدول تطعيمات لأنه هو ولد قبل أوانه. فشو ممكن نقول الأمهات بخصوص التطعيمات الموصى بها اللي نعطيه في هيئة الصحة في دبي؟ التطعيمات طبعا في شيء اللي احنا كل جميع الاطفال اللي هم مولودين قبل اوانهم بيتابعوا عنا في العياده بنسميها الانفنت فولو اب اللي هي مخصوصه للاطفال الخدج. الطفل في شيء له اسمه اللي هو العمر المصحح، كوركتد ايج للبيبي. هذا اللي هو بيصير يتبع من العياده بالنسبه للطعيم. يعني لما يطلع من عنا من المستشفى احنا بنعطيه دفتر التطعيمات مكتوب عليه اول تطعيم متى اخذوا، اللي هو اول ما يطلع من المستشفى بيكون ماخذ ضد التهاب الكبد الوبائي وضد السل. ومكتوب الموعد الثاني اللي لازم يروح على العياده فيه محطوط على الدفتر نفسه. فبحيث لما يروح على العياده الخارجيه عشان ياخذ التطعيم اوريدي التاريخ محدد. ممتاز. وفي سيستم متبع في الدائره لازم يمشوا عليه. ممتاز. هذا يعني نطمن الأمهات أنه صح طفل خديج، ولكن يتبع يعني مرتبين جدول تطعيماته حسب عمر المصحح. بالضبط. صحيح. في إبرة تانية بياخدها بعض الأطفال الخدج اللي هي أنت كنت عم تذكري بالفترة الماضية بالنسبة للإنفلونزا والإنفلونزا. فالطفل الخديج لما يطلع من المستشفى بيكون معرض أكثر من غيره للمشاكل الجهاز التنفسي. صحيح. ففي إبرة نعطيها لشريحة معينة من الأطفال الخدج لأنه إلى خصائص معينة، بياخدها 3 مرات أو 5 مرات
كل شهر يعني جرعة ورا جرعة بتمنع أو بتساعد على أنه الطفل الخديج لا سمح الله هذا لو إجته نزلة إنفلونزا قوية ما تتطور وتؤدي إلى أنه يصير محتاج تنفس صناعي ودخول للمستشفى. ممتاز. فهذول اللي بيكون يعني مفروض ياخدوها قبل ما يطلع من المستشفى بنعطيهم أول جرعة أو بنحدد لهم موعد متى يجي ياخد الجرعة وبيتابعوا في المستشفى. هاي ما بتنعطى في العيادات الخارجية، بتنعطى بس في المستشفى. ممتاز. طبعا أكيد كثير من المهاجر يسألون زين دكتور شو سبب ولادة أطفال خدج؟ يعني نسمة قلتها ما شاء الله مو بقليلة، فشو السبب؟ الأسباب متعددة، بدءا من تغذية الأم نفسها، يعني نوعية التغذية اللي بتاخذها الأم، الأمراض زي السكري، الضغط، أحيانا الالتهابات اللي بتصير عند الأم وهي حامل ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة، الأناتومي تبعية الأنثى بالنسبة لمكان الحمل والعنق الرحم ممكن يأثر على أنه يحصل ولادة مبكرة أو غير مبكرة، أحيانا أمراض وراثية ممكن تؤدي إلى أنه تحصل الولادة مبكرة. فيعني أسباب مختلفة، التدخين طبعا والجهد الزائد خلال الحمل. صحيح. ففي عدد من الأسباب وكلها ممكن تزيد خطر ولادة طفل خديج أو مبكر. دكتور محمود تعطينا بس نبدأ عامة بشكل سريع عن خدمات اللي تقدمونها أنتم في قسم الخدج في مستشفى لطيفة. هلا يعني جميع الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الطفل الخديج أو حتى الطفل المكتمل من أول ما ينولد لو أي نوع من المرض متوفر في مستشفى لطيفة، بدءا من جميع أنواع التنفس الصناعي، فقر دم، نقص دم، محتاج تغيير دم، حتى أي نوع من التهابات العلاج متوفر، يعني خدمات متكاملة تعطونها من ولادة الطفل الخديج للخديج وحتى الطفل اللي هو مولود جديد ومكتمل بس مريض. نعم. يعني مثلا عنده أمراض في القلب، عنده عيوب خلقية، كل هاي الأشياء، عنده مشاكل في الكلى، كل العلاج متوفر لجميع الحالات هذه. إذا وصلت إلى حالة متقدمة ومحتاجة إلى مركز تخصصي، زي مثلا في حالات محتاجة نقل كلى، في الحالة هاي من دل الأهل وين المكان اللي موجود، وبيصير في عملية تنسيق بيننا وبين الطرف الثاني لنقل الطفل، حتى لو كان محتاج يسافر لبلد ثاني فريق عنا مدرب على نقل الطفل لأي مكان في العالم. ممتاز. أنا شاكر لك دكتور محمود الحايك، استشاري أطفال الخدج ورئيس قسم الأطفال والعناية المركزية للأطفال الخدج في مستشفى لطيفة. شاكر لك تواجدك معنا، وتحية للطاقم الطبي الكامل في مستشفى لطيفة، يعني جهودكم أنتم الجنود المخفيين اللي يمكن الأهل فقط اللي قريبين منكم اللي عندهم طفل خديج أو طفل مريض يقدر يشوف جهودكم. وأنا من خلال تدريبي في مستشفى لطيفة أيام التدريب لاحظت الجهود الجبارة اللي تتم لخدمة الأطفال المرضى والتعبانين في مستشفى لطيفة، خصوصا في قسم العناية المركزية للأطفال، يعني جهد جبار تشكرون عليه وأجركم عليه رب العالمين. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، برنامج صحة وسعادة. شاكر النمر المخرج المتألق معاي، ولمنسقتنا ميرا الغفلي، يعطيك العافية أم خليفة. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، باكر إن شاء الله محمود بيكون معاكم، فلنلقاكم غدا. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.